اللي انت بس كده ب100,000 جنيه مفارش. اجيب فنجان اوكسجين. اه هاتي فرو. اخترت الرصاص. لا اخترت الصراحه كان ذوقك حلو. وكل شويه يقول هي اللي مختاره الشقه كلها، هي اللي مختاره كل حاجه الشقه. انا بختار بس بخباثه. بصي دي حبايبي رجعت لكم تاني. دي خلاص القاعه اللي حجزناها، بس هلف يعني عايزه اوريها لكم اخر مره. انت احساسك وانت بتدفع الفلوس؟ يا ماما بشرب قهوة معاكي ولا هنمسح المحل واحنا مروحين؟ ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا رب. رايحين فين النهاردة؟ رايحين الاول نمضي عاد القاعة. بعد كده خدتني معاها تعالى نشيل السجاد. انا مالي ما عشان يختاروا معايا يا جماعة. الله ادي المشاركة مش شقته اساسا اللي احنا جايبينك معانا كمان مش عاجبك. يا جماعه تعالى نقي سجاده، تعالى نقي حاجتك. مش عاجبك حبيبه قلبي؟ يعني احنا دلوقتي بنقول له تعالى نقي، مش عاجبه يا جماعه؟ لا انا ممكن اجيبه من وراه. ايوه صح. سيبي يا بنتي وروح احنا نجيب اللي احنا عايزينه. خلاص روح انت حاجه بقى واحنا هنجيب مشاب 2 جنيه حتى. مراتي مش بتشيل الا رجل على رجليها. الله وايده الحب فيها. خلاص هسيبها ربع ساعه. يا حبايبي يا حلوين، لو انتوا بتتفرجوا علينا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ادعوا لنا ربنا يتمم لهم على خير يا رب العالمين. حاجه خليكم معانا لحظه بلحظه. بجد دعونا كتير قوي الفترة دي، فترة شحططة وبهدلة بجد، فترة صعبة قوي. بننزل كل يوم نشتري في حاجات وبنروح نطلعها الشقة وبنعمل حاجات كمان في الشقة. خطوة ايه اللي غلط؟ انت ايامك معايا سودة. احنا ننزل متأخر يلا. ماما هو احنا نجيب الستاير كمان ولا سجاد بس؟ هنروح نبص على الستاير دلوقتي. بصوا احنا انا اخدكم معانا يعني بقى انا في الكارد ونبص على السجاد. انتوا جايين معانا النهارده ايا كان احنا رايحين فين. انا كنت مكتشف ان الرجاله بس هنا تدفع فلوس غريبه، اقسم بالله طلع عند الستات دي عندها حاجات ام العروسه اكتر. يا لهوي يعني ممكن بند واحد يوصل لها 20,000-30,000 جنيه بقى. يلا الحمد لله. ايدي يا جماعه اللي عايز يتجوز والجواز وسنين وعمايله. يلا هنروح بقى ننزل دلوقتي وناخدكم معانا كده في اليوم كله النهارده. يلا بينا حبايبي رجعت لكم تاني. دي خلاص القاعه اللي حجزناها، بس هلف يعني عايزه اوريها لكم اخر مره. دن خلاص حجزنا على خير. اللي هتشوفوا بوم هنا، هتشوفوا بوم باذن الله تعالى. مش عايزه احرق لكم اليوم، بس احنا حجزنا في شهر 5. حجزنا في شهر 5. يلا بينا. ايه رايك في الستايل اللي اخترناه؟ انت اخترتي ايه بقى بالظبط؟ ايه رايك؟ حلوين جدا. وانت جميله جدا. بصوا يا جماعه دي بتاعت اوضه النوم. اوضه النوم تحفه. خد اوريهم الباقي. وريهم بتاعت الصالون. دي ما جبناش حد يزلط. دول بتوع الليفينج اللونين دول بتوع الليفينج. وجبت بقى الغامق بتاع بره، بس مش الخامه دي، خامه تانية. دي زرغوطه. زرغوطه ايه؟ هوريكم كل الخامه. مش الناس لما بتيجي تشتري فرش العروسه بزرغطه؟ اهو دي خامه اسمها كتان صح؟ كتان. بس مش دي برضو. لا دي مش دي اللي احنا جبناها. دي بس جري. ايه رايكم يا جماعه؟ محمد كان عايز يجيب لون كده وحش قوي قوي وكانش عاجبني، قلت له خيز وقك وحش. ما خلتنيش اختار اي حاجه اصلا. طب جايباني معاكي ليه؟ طب قلتيه تعالى اختار معايا عشان اشيل دي. العروسه ومامتها هم اللي بيختاروها. هو المفروض العروسه ومامتها اللي ينزلوا مش انا. خلاص انت جيت معانا عشان كنا بنحجز. ما انا اخترت حاجه بقى؟ ما اخترتش حاجه على فكره. اخترت كله. ما اختار حاجه تقولي لا. لا والله اخترت. انا عايز اللون ده. عايز اللون ده. اخترت ولا لا بصراحه؟ اخترت الرصاص. لا اخترت الصراحه كان ذوقك حلو في الرصاص. وكل شويه يقول هي اللي مختاره الشقه كلها، هي اللي مختاره كل حاجه الشقه. انا بختار بس بخباثه. بصي دي كانه بقى ايه. يقول لي الله هو ده. اقول لها بصي انت اخترتيه. طب ماشي كده. فاضل لنا ايه النهارده؟ فاضل لنا سجاجيده. نروح عند سجاجيده وبوكسراته وفنلته وحركاته. ماما هنعدي نجيب قماشتين من هنا عند مينا. لا ليه نروح عند مينا؟ لا لا هروح عند مين؟ لا هروح عند مينا. انت احساسك وانت بتدفع الفلوس؟ يا ماما بشرب قهوه معاكي ولا هنمسح المحل واحنا مروحين؟
طب انا هروح العصر وجب اروح العب المتحف. اقصى عليك بدل ما تمسح بدلنا. قول عليها. بص هقول لك دي كده دول بتوعنا. دي مع دي؟ لا دي مع دي. دي مع دي. اهي هي دي. اهي. دي اللي انا جبت منها للاوضه. يا حبيبي شكلها مجاب كويس. امسى الحلوه الحاجات الحلوه دي يا محمد بتاعت العرب. مش من... احنا بنحب الجو مش من اقرص ده. انا عايزاها ساده خالص. معرفش ازاي. ولو ما عجبتنيش من مصحى ما هتجيب شكلها وحش. بس يا استاذ ثلاثه بقى صح؟ لا استنى. طب بص يا حاج يا الماسوره ثلاثه. هناخده احنا بكام بقى؟ هناخده خمسه. سته؟ لا مش شغل ده حرام. سته ده شغل عادي. مش عايز يعرف خمسه. خمسة وخمسة عشرة. عشرة برة. عشرة برة وخمسة خمستاشر. خمستاشر وثلاثة جوة. وثلاثة جوة خمستاشر. تمنتاشر متر. تمنتاشر متر ده على طول طالع السلم بتاعك اللي انت ماسكاه ده. مية ألف جنيه مفارش. اجيب من ده لأوضة النوم. هاتي فرو. هاتي فرو لأوضة النوم. او فين؟ انا عايزة فرو لأوضة النوم. ده ركنة. ده الترابيزة اللي العنترين. تمام. وده اللي مش عارفه ده ايه. وده ما عنديش حاجه اللون ده. بقى نار. ايه بقى يحط في نص السفره. يا ترى النار الطويله دي هاتيها مش هتضر. بس اجيبها لك لونها ايه؟ لا ابيض بقى نشكل. نوقع على ده. صح نشكل صح؟ محتاجين نشكل. انا فرحانه قوي يا جماعه. انا جبت السفير وجبت بكتيما فيرش. ده شغل تجديد. لا سرير. لا ابيض. مش ده تجديد السرير. انا عايزه ابيض. انا عايزه ابيض. نفس اللون ده. عايزه ابيض. لا ده الايه ده بقى؟ عايزاه الايه؟ تحطه فين؟ تحطه فين؟ يبقى ده بقى على المرايه وعلى الكومودينوهين. يبقى ده حمرا ده ولا ده؟ فاكره يا بنتي عايزه ابيض. مفيش عنده اقوى. ده ده بتاع ولا حته. طب كان اتنين كوميدينو والمرايه. مفارش ب 1000 جنيه بس كده. بالظبط. جبت مفارش ب 1000 جنيه. انا عاجبني اللون ب 1000 جنيه. في حاجات ناقصه يعني. في طقم فار واسود. عايزه تغيري باللون ولا تبدلي حاجه تشغلي الجمال. ايوه دي كده بس لبن. لا ما فيهاش لبن. لا او بصي دي ليق عندك قوي دي يا ماما. دي احنا بنجوز امك ولا بنجوز مين؟ ايوه ماشي. ما انا جبت حاجتي خلاص دلوقتي بنقي لماما. دي في منها كبيره قولي لي كده. مين اللي قال لك تلاقي عندي؟ حلوه قوي. ايوه ما هي انت هو الانتري والصالون بتوعك الالوان. ايوه بس دي فيها لون ياما قوي ده. طب ما هي عايز لبيتي. لا مش عايز. لا يا سلام دلوقتي. دلوقتي بقى دلوقتي زادي فيها. ما انت لازم تطعمي زي ما قالت لي لازم تطعمي الارض. ايوه ماشي. ايه شويه ايه يا جماعه الدنيا قلابه في ثواني يا بنتي. لا مش قصدي. بتعملي ايه انت يعني؟ قصدي